يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود، فضلا عن استمرار المعبر في استقبال المصابين والجرحى ومزدوج الجنسية وتسهيل مهمة الوفود والمنظمات التي تتابع الأوضاع هناك. وللمتابعة مشاهدينا ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، آخر المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش دعما للأشقاء في قطاع غزة. تحياتي لك إيمان ولكل السادة المشاهدين. لازالت المساعدات تتدفق على مدينة العريش. آخر هذه المساعدات التي وصلت من بيت الزكاة والصدقات المصري، وصلت القافلة الرابعة من هذه المساعدات والتي تتكون من 50 شاحنة بها 1000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبطاطين. هذه القافلة يعني كانت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وصلت هذه القافلة تمهيدا إلى دخولها لقطاع غزة، ليصل عدد القوافل الخاصة ببيت الزكاة والصدقات المصري إلى 125 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية. هذه المساعدات يعني تنضم ل المساعدات والشاحنات الموجودة هنا في مدينة العريش بعدد كبير من الشاحنات والأطنان الموجودة التي تذهب مباشرة إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة. هذا المعبر الذي لم يغلق بابه يوما لإدخال هذه المساعدات. تحديدا اليوم نتحدث عن حالة المعبر، هناك يعني الدخول نتحدث تحديدا عن أكثر من 100 شاحنة دخلوا بالفعل من خلال بوابة معبر رفح المصري إلى منفذ العوجة، لكن ما وصل إلى الجانب الفلسطيني اليوم نتحدث عن 60 شاحنة محملة بعدد من المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن المعبر لازال أيضا يستقبل كل المصابين والجرحى. وصل عدد المصابين اليوم الذين استقبلهم المعبر نتحدث عن 20 مصاب تم استقبالهم وتم تقديم الحجر الصحي لهم، بالإضافة إلى نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفيات شمال سيناء. بالطبع يعني الحالات التي تأتي متعلقة بحالات الكسور وأيضا الحالات المتعلقة بالأورام وصعوبة بعض الحالات تتجه مباشرة إلى مستشفيات مدن القناة أو حتى مستشفيات القاهرة، بالإضافة إلى أن المعبر اليوم أيضا استقبل أكثر من 200 وافد من المزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية، بالإضافة إلى أن المعبر أيضا دخل من خلاله اليوم نتحدث عن 4 شاحنات للغاز دخلوا بالفعل من خلال بوابة معبر رفح المصري متجهة إلى الجانب الفلسطيني. وهذه نقطة هامة لأن القطاع بحاجة إلى الغاز وإلى شاحنات الوقود يوميا. هذا بالإضافة إلى المسار الآخر الموجود هنا في مدينة العريش والمتعلق بمطار العريش الذي يعني يستقبل عدد كبير من الطائرات ومن مساعدات الدول المختلفة. نعم، أشكرك جزيلا محمود جميل، كنت معنا على الهواء مباشرة من مطار العريش.